طاقتي أنسي رفيقي عدتي في يوم ضيقي نعمة الله علينا مصحفي نور الطريق صحتي أنسي رفيقي عدتي في يوم ضيقي نعمة الله علينا مصحفي نور الطريق إنه آيات ربي قدره في لب قلبي وبه تصفو حياتي وله الروح تلبي يرتوي قلبي أمانا وحنانا وسلام حين أتلوه بهمس حين يجمعنا المقام وأرى فيه يقيني ومن الشر يقيني حين أحياه بروحي فهو نور يحتوي كيف بالله عليكم كيف نهجره زمانا ونراه دون شوق أو نرق له حنانا أين ترديد الخشوع أين همسات الدموع أين إحساس المعاني في السجود وفي الركوع في السجود وفي الركوع مصحفي حصن لنفس قد رأت فيه الحياة وشفاء ودواء للذي ذاق هداه وحي ربي قد تعالى شرعه بلغ الكمال وأقر الحب دينا وارتقى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.